هذا العام نحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق تويوتا بلازا. لا يقتصر احتفالنا على 10 سنوات فقط ولا على مركز خدمات الصيانة الأضخم في المنطقة، بل هو احتفال بالرؤية التي تبنى عليها شركة إبراهيم خليل كانو، وهي الريادة والتفوق في توفير الأفضل لعملائنا والمساهمة في رفع نسبة البحرنة وتعزيز الاقتصاد الوطني. رؤية بدأت عام 1967 عند عقد شراكة مع تويوتا موتور كوربوريشن ومنح علامتي تويوتا ولكسس العرش في شركة إبراهيم خليل كانو. اليوم في تويوتا بلازا نحتفل ب10 سنوات من الريادة. نحتفل بمساحة 1,000,000 قدم مربع تتسع لمئات السيارات وتوفر الخدمات لآلاف العملاء أسبوعيا. نحتفل بحوالي 400 موظف محترف يقدمون خدمات عالية المستوى طيلة أيام السنة. نحتفل بالحلول الشاملة وخدمات السيارات المتنوعة المتوفرة تحت سقف واحد، وبالراحة والفخامة والخدمات المتميزة التي نوفرها لعملائنا. اليوم نحتفل برؤية هي الركيزة الأساسية لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.